وحساك حكم دل أهل جوفلي أحمد عبد الله عيديد أهري أدلي وزيركي هولها جود حكومة دي حسن على خير عباس عبد الله شخص راجي أحمد أي محكمة دو تلتو قشاءه كحكم تي سدح دي مي لبضا كون إيه التضبية طبانكي وحان التوقشة دا سي أي سورتك شي إن ما أنت أي كدعضو دوكسيك التبابركة جنرال جوردن إيه مقالة مقدشو ننكن أو كمد أها إذا ماذا قلب كسيدا أي حبسي قال لديك لبضا كون إيه التضبية طبانكي حلقا سي أولا شاقي إن أصيب برير أه أدلي وزيركي هولها جودا عباس او حلقا سيلا شاقي ان او كيميدا مركي او ديلك داعيي مدحتويدا صوماليا احمد عبد الله عيديدا ايا محكمة عيدامادا قلب كسيدا وحاي حكم ديلتو غشاءه كوري داي جون ساقالي توبانكي دي لبادو كون ايو تضبيو توبانكي وحانا اسلام برتمها بشاسي رعفان او كاقا تاي حكم كي محكمة دا اي كوري داي كيسك او مددير سوجي تميي ايا او دنبينتي وحامان تسورتا قشي ان لغو فوليو حكم كي محكمة دا اي كوري داي اسكريغان كتر سناع اذا ماذا قلب كسيدا اي هوري او ديلي وزير كي هو لها قود محمد عبد الله قليف كوحيغين كحير الاليها محكمة دا اذا ماذا قلب كسيدا ايا كودا واقي حكم كان اي توغشة دا مانتا لفوليي داك ماذا واقري قارحان انت او لحيس هوتل سياد اي مسجد كا اسبايسي waxayna maxkamada darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum Abbas Abdullah Sheikh Siraj taariikhdu markay ahayd 19kii bishii 6aad 2017 xukun sanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamada darajada koobaad ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 18kii bishii 7aad 2017 وحين محكمة السرع عيدمادة قلب كسيدة مر لبات كحكم تيرف عن لها دل توغشو تاريخ ومركا يهيد سقالي لباتنكي بشي تضبات لباكن تضبي تبان ما انتو اي تاريخ دو تهي لبي لباتنكي بشي تبانات لباكن لبي لباتن وحال وفو لي حكمكي دل كأها وبالله توفي الله نحريستي وزيرك هو لها قود حكومة دي حسن علي خير عباس عبد الله سراجي او صدن يكو جر اها ايا سيدو كلاوحا وها وزيركي او قود دا يرا حلقا سي حكومة دي جرتي وحاونا وحكو سو برتي او كسو لابتي حرادا قحوتيق اي نداب حلقا سي او يران تيسي او كسو برباري حسن كافي حاج محمد شبالة تي في مقدشو